هنبدأ فقرة توب هاشتاج النهاردة مع توابع وأصداء خسارة النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا واللي لسه مستمرة لحد دلوقتي على السوشيال ميديا. وبالرغم أن النادي الأهلي قدم مستوى رائع ومميز في البطولة وكان الأحق للفوز بيها لولا طبعا غياب التوفيق، لكن النادي الأهلي عود جمهوره دايما أن المركز الثاني ده بالنسبة له زي المركز الأخير، وأنه دايما هدفه هو الوصول لمنصة التتويج. عشان كده جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا طالب إدارة النادي الأهلي بثورة تصحيح جوه الفريق وتدعيمه بعناصر جديدة، خصوصا ان البطولة الافريقية ظهرت قد ايه ان النادي الاهلي محتاج تدعيم في بعض المراكز زي حراسة المرمى وقلب الدفاع وخط الوسط وكمان مركز المهاجم الصريح بعد مسلسل ضياع الفرص السهلة اللي بيقوم ببطولته المغربي وليد ازارو. كمان الاهلاوية على السوشيال ميديا وجهت انتقادات كتير جدا بعد الاستغناء عن مجموعة من اللعيبة المميزين زي عمرو جمال واحمد حجازي وحسام غالي من غير ما يتم التعاقد مع لعيبة تانية على نفس المستوى، خصوصا ان كل الصفقات الجديدة اللي طبعا ضمها النادي الاهلي في الموسم الحالي ما شاركش منها غير وليد ازارو واللي كان سبب من اسباب الاخفاق الافريقي بعد ما ضيع اكتر من هدف في مباراة النهائي قصاد الوداد المغربي. تعالوا نشوف مع بعض ردود افعال جمهور السوشيال ميديا ومطالبتهم بتدعيم الفريق ببعض اللاعبين، وهنبتدي مع احمد سعيد واللي علق وقال: لك أن تتخيل أن إدارة النادي الأهلي سابت أحمد حجازي اللي كان شايل الفريق في أصعب وقت في الموسم واشترت لاعب ما سمعناش عنه قبل كده اسمه عبدالله الشامي. أما أحمد علاء فقال: الغلط من البداية أننا سيبنا عمرو جمال يمشي مع أننا كنا في أصعب بطولة وأصعب مباريات وإحنا لسه بنعرف هل أزاره كويس ولا وحش. رد عليه خالد وكتب: ما شفتش فريق قبل كده عايز يكسب بطولة قارية يستغني مرة واحدة عن ثلاث لعيبة من القوام الأساسي للفريق من غير ما يفكر هيقدر يعوضهم ولا لأ. ونروح لوائل مهدي واللي علق وقال: عمرو جمال اللي مشيناه صعد بفريقه في كاس جنوب أفريقيا لدور الـ16 بعد ما جاب جونين وصعد بيهم لدور الـ8 بعد ما جاب جون، أما أزارو خسرنا البطولة بعد ما ضيع 3 أو 4 أهداف. وحسن محمود كتب: عاش يا أهلي، محتاجين شوية تدعيم في الدفاع وحارس مرمى جديد ونحافظ على الفريق وإن شاء الله هنكسب 2018. وكمان صفوت كتب برضو: مش عايزين ننسى إن غياب عاشور كان واحد من أسباب الخسارة، وإزاي نادي كبير بحجم النادي الأهلي مش عارف يجيب لاعب بديل لحسام عاشور من 10 سنين، لازم نشوف لاعب زيه حتى لو محترف. ولسه مع نادي الاهلي واللي بيستعد لمواجهه تليفونات بني سويف في الدور الـ32 من مسابقه كاس مصر واللي تتلعب يوم الجمعه اللي جايه على ملعب بترو سبورت. الجهاز الفني للنادي الاهلي اصبح في ورطه بعد تاكد غياب محمد نجيب مدافع النادي الاهلي عن المباراه بسبب اصابته باجهاد في الحوض، وبكده النادي الاهلي هيخوض مباراه التليفونات من غير ثلاثي خط الدفاع بعد اصابه محمد نجيب وانضمام سعد سمير ورامي ربيع على معسكر المنتخب الوطني، واصبح الحل الوحيد قصاد الجهاز الفني هو الدفع باللاعب السوري عبدالله الشامي برغم انه ما قدمش خلال تدريبات الفريق المستوى اللي بيأهله للمشاركه. وكمان الجهاز الفني للنادي الاهلي قرر تجهيز الثنائي احمد الشيخ وهشام محمد لمواجهه تليفونات بني سويف في الدور الـ32 من مسابقه كاس مصر واللي هتتلعب يوم الجمعه اللي جايه عشان يعوض غياب الثنائي صالح جمعه وحسام عاشور بسبب الاصابه. خالد محمود طبيب النادي الاهلي اكد ان الثنائي حسام عاشور وصالح جمعه مش هيلحقوا مباراه الفريق قصاد تليفونات بني سويف وهيكونوا خارج حسابات الجهاز الفني تماما، وقال ان عاشور وصالح جمعه هيأدوا برنامج تاهيلي وهيشاركوا في التدريبات الجماعيه للفريق بعد مباراه تليفونات بني سويف بكاس مصر. كمان الجهاز الفني للنادي الاهلي استقر بنسبه كبيره على الدفع بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق لحراسه عرين النادي الاهلي قصاد تليفونات بني سويف في كاس مصر، وبرغم ان احمد ايوب المدرب العام للفريق اللي هيتولى قياده النادي الاهلي في المباراه كان بيفاضل ما بين محمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم لحراسه مرمى الفريق قصاد التليفونات، لكن استقر في النهايه على الشناوي بسبب ان هو اكتر جاهزيه من احمد عادل عبد المنعم، خصوصا ان هو شارك مع النادي الاهلي في الموسم الحالي قصاد الرجاء وعنده حساسيه المشاركه في المباريات. ولاعب التونسي علي معلول ظهير ايسر النادي الاهلي جاله عرض للاحتراف في نادي من نوادي الدرجه الثانيه في الدوري الانجليزي بعد ما تالق مع النادي الاهلي خلال مباريات دوري ابطال افريقيا واختياره ضمن التشكيله المثاليه للبطوله. وبالرغم ان العرض مغري وبمقابل مادي كبير، لكن علي معلول رفض العرض المقدم ليه خصوصا ان العرض من نادي درجه ثانيه، وكمان شعور اللاعب بالراحه داخل نادي الاهلي والاستقرار هيخليه ان هو يكمل مع النادي الاهلي.
ورجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم اولى فقراتنا. طب هاشتاج وهنروح لنادي الزمالك اللي بيستعد لمواجهه المنيا النهارده في الدور ال 32 من مسابقه كاس مصر. نبوش حذر اللعيبه من التهاون والاستهتار قصاد المنيا، خصوصا ان مباريات الكاس طبعا بيكون فيها مفاجات كتير جدا ومش بتعترف بفارق امكانيات الفرق او القدرات. كمان نبوش ضم 19 لاعب لقائمه الفريق اللي هتخوض مباراه المنيا، محمود جنش، عمر صلاح في حراسه المرمى، وفي الدفاع حازم امام، احمد ابو الفتوح، محمود علاء، ومحمود حمدي الونش، ومحمد مجدي، وفي خط الوسط احمد داوودة، محمود دونجا، واحمد توفيق، وعبد الله جمعه، واحمد مدبولي، وايمن حفني، وصلاح عاشور، ومحمد ابراهيم، وفي خط الهجوم كسانجو، وباسم مرسي، ومحمد الشامي، واشيمبونج. وبكده اشيمبونج بينضم لقائمه نادي الزمالك لاول مره من ساعه ما انضم للفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي فاتت. طبعا كمان هيتم استبعاد معروف يوسف بسبب اصابته بشد في العضله الخلفيه. ومع السوري علاء الشبلي ظهير ايمن نادي الزمالك، كل مستني دلوقتي عروض رسميه من انديه خارج مصر خلال الفتره اللي جايه عشان يقدمها لاداره نادي الزمالك عشان يرحل في فتره الانتقالات الشتويه في يناير اللي جاي. طبعا علاء الشبلي اتاكد ان هو خارج من حسابات نادي الزمالك في الفتره دي، طبعا تحت قياده المونتينيجري نبوشه، بعد استبعاده الدايم من المباريات وعدم حصوله على اي فرصه مع نادي الزمالك لحد دلوقتي. السوري علاء الشبلي متواجد دلوقتي مع منتخب بلاده اللي بيستعد لمواجهه العراق الوديه يوم 13 نوفمبر اللي جاي. وكمان مجلس إدارة نادي الزمالك بيفكر في تعديل عقد أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق المنضم قبل بداية الموسم الحالي من نادي النصر للتعدين، بعد ما تألق مدبولي وظهر بمستوى مميز جدا خلال مباريات نادي الزمالك اللي فاتت في الدوري ونجح في تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني بقيادة نيبوشة. أحمد مدبولي بعد ما تألق وكان طبعا تألقه لافت جدا للنظر، أصبح واحد من أهم العناصر الأساسية في تشكيل نادي الزمالك، وشارك في 7 مباريات من بداية الموسم ونجح إنه يحرز 3 أهداف ويصنع هدف. وعشان كده ظهرت اصوات جوه نادي الزمالك بتطالب بتعديل طبعا عقد احمد مدبولي، واللي قيمه عقده مع نادي الزمالك مليون جنيه في الموسم، وشايفين ان مدبولي يستاهل يحصل على مبلغ اكبر من كده، لكن استقر مجلس اداره نادي الزمالك انه يقلل عقد مدبولي لحد نهايه الموسم عشان يتم تقديمه بشكل كويس جدا، وفي حاله استمرار تالقه مع الفريق ان شاء الله هيتم زياده قيمه عقده. ونروح لخالد قمر مهاجم فريق نادي الزمالك، كل دخل اهتمامات احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي فريق وادي دجله، وطلب من مسؤولين دجله استعاره اللاعب من نادي الزمالك خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير اللي جاي عشان يدعم خط الهجوم. ميدو جس نبض خالد قمر بالفعل، واللاعب رحب ان هو ينتقل لصفوف وادي دجله، خصوصا انه اصبح خارج حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بقياده نبوشه بعد استبعاده الدايم من المباريات، لكن اشترط الدخول في مفاوضات رسميه مع نادي الزمالك، وده اللي هيتم خلال الايام اللي جاية إن شاء الله. نروح مع بعض لمنتخبنا الوطني الاول، واللي بيستعد لمواجهه غانا يوم الاحد اللي جاي في الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله لمونديال روسيا 2018، واللي بتعتبر تحصيل حاصل بعد تاهل منتخبنا رسميا لمونديال روسيا 2018. هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عمل جلسه مع شيكابالا لاعب نادي الزمالك المعار للرائد السعودي بعد ما تالق خلال تدريبات المنتخب، وشرح لي بعض الفيديوهات الخاصه باسلوب لعب المنتخب عشان ينسجم بسرعه مع زمايله. كمان هكتور كوبر قال لشيكابالا انه هيديله الفرصه في مباراة غانا، وهيلعب في مركز محمد صلاح وعبد الله السعيد عشان يستغل مهاراته في الاختراق من العمق. ولسه مع مواجهة المنتخب الوطني وغانا، وصرح ساني ديارة مدير الإعلام في الاتحاد الغاني أن منتخب بلاده عنده 3 أسباب عشان يفوز على المنتخب الوطني في ختام تصفيات كأس العالم في 2018 بالرغم من حسم المنافسة في الجولة اللي فاتت. وقال ساني في تصريحاته لوسائل الإعلام الغانية: عندنا أكتر من سبب للظهور بشكل كويس قصاد منتخب مصر. يعني مرة تانية وهنروح مع بعض لفقرة الفوتنج بتاعتنا النهاردة، وطبعا معظم جمهور النادي الأهلي حزين لضياع لقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة النهائية قصاد الوداد المغربي، وبعض الجمهور هاجموا كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بعد الإخفاق في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 9 في تاريخ النادي الأهلي بسبب عدم تعامله الجيد مع المباراة النهائية في المواجهتين في الذهاب والعودة، لكن بعض الجمهور الآخر طبعا كان شايف إن كابتن حسام البدري عمل اللي عليه وزيادة وما قصرش في حاجة، وإن التوفيق
توفيق ما كانش حليف للعيبة في الفرص السهلة اللي كانت بتضيع. ده طبعا غير ان الاهلي قدم موسم كويس جدا مع حسام البدري ونجح في الفوز بلقب الدوري من غير هزيمة، وحسم اللقب قبل نهاية المسابقة باربع جولات، وكمان استعاد لقب كاس مصر بعد غياب 10 سنين عشان يعمل مع بعض الثنائية المحلية. وكمان البدري قاد النادي الاهلي للتأهل لنصف نهائي البطولة العربية، وصعد بالنادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد غياب 4 سنين وخسر اللقب قصاد الوداد المغربي. احنا في برنامجنا النهارده عملنا تصويت على صفحتنا دي ام سي سبورتس تي في على تويتر، وسالنا وقلنا هل يتحمل حسام البدري مسؤوليه ضياع لقب دوري ابطال افريقيا من النادي الاهلي؟ وكانت النتيجه زي ما واضح قدامكم على الشاشه، 39% بس كانوا شايفين ان البدري يتحمل مسؤوليه ضياع اللقب الافريقي، و61% وطبعا ده الاغلب كانوا شايفين ان البدري لا يتحمل مسؤوليه ضياع لقب، وان اللعيبه اهدرت فرص سهله كتير جدا كانت طبعا كفيله ان هي ترجح كفه النادي الاهلي في مباراتين النهائي. ده كان رأي جمهور السوشيال ميديا. تعالوا نشوف مع بعض رأي الناس في الشارع ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. طبعا طبعا في حاجات جزء كبير جدا منه ما يتحمله 100% بنسبة 100%. هو ضيع الفرصة اللي هو ما لعبش بتشكيل صح. لا، هو الكابتن حسام ما يتحملش هذا المسؤوليه وقدم ما فيه كفايه تشكيل عمال ملخبط، حاطط واحد عمال يضيع في جوان وقدام الناس بردك مصلي عليه وسايب عماد متعب. هو طبعا يتحمل جزء من المسؤوليه لكن مش المسؤوليه كامله. يعني حضرتك هو المفروض يخف شويه عند ما عماد متعب، وبلاش يثقل علينا بوليد ازارو لان هو بيديله اكتر من فرصه ومفيش نتيجه بتحصل، والهجوم ما كانش على المستوى المطلوب. لا، هو مش كابتن حسام البدري بس بصراحه. طبعا الحكم للكوره لابد ما تحكم على فريق متكامل، اما تحكم على لاعب واحد فهذا ظلم. لا، هو الاهلي لعب ماتش كويس جدا بس ما كانش فيه توفيق، وطبعا كان فيه ظلم من الحكم، واللعيبه لعبت ماتش كويس جدا وتأهلت ان شاء الله نعوضها في بطوله ثانيه. لا طبعا، هو ما نحملش المسؤوليه على المدير الفني واحد بس، يعني احنا نحمل المسؤوليه على الحكم، على الجماهير اللي في الملعب، يعني الضغط اللي في الملعب موجود في الملعب هو اللي ده اللي نحمل مسؤوليه عليه. ده طبعا مش هنحمل طبعا كل حاجه على حسام البدري يعني. وبعدين هو كفايه بس ان احنا وصلنا للنهائي، واللي هو يعني لعبنا ماتشات حلوه، لعبنا جامد جدا قدام النجم الساحلي والترجي. كابتن حسام البدري قام باللي عليه، انما في مسببات. اولا حاكم ظالم، بنلعب في بلد غير البلد فالمعنويات ضايعه، مفيش معنويات عندنا، وبعدين هم معاهم جماهير وعلى ارضهم وفي ظلم من الحكم، ففي مسببات، انما الكابتن حسام البدري على انه قرص من فوق. بنوصل مع بعض لفقرتنا الأخيرة، وهي فقرة عرض إجاباتكم ورسائلكم على سؤال حلقتنا النهاردة. شارك برأيك، إيه هي أفضل صفقة استفاد منها نادي الزمالك من بداية الموسم لحد دلوقتي؟ هستنى مشاركاتكم طبعا على هاشتاج البرنامج شجع مع شيما. ونبتدي الأول بالفيسبوك بيج الخاصة بالقناة دي ام سي سبورتس تي في. نبتدي مع عبد الرحمن البدر اللي بيقول محمود علاء ومدبولي لحد الآن، داوودة ممكن يكون أهم بس لو لعب في مكانه. مصطفى حسين بيقول أشرف رؤى، عبد الله جمعة، أنا أهلاوي ونفسي نادي الزمالك يرجع ينافس على الدوري ويكون الاسماعيلي بينافس، وحشتنا ايام زمان، وتحياتي ليكي ولكل فريق العمل. بشكرك يا مصطفى. محمد قطب بيقول صفقة، قصدي صفقات عندنا مثلا محمود علاء، مدبولي، رؤى، وعبد الله جمعة. كريم مصطفى البنا بيقول مع اني اهلاوي بس احسن صفقة لنادي الزمالك هي عبد الله جمعة ومدبولي وكسانجو ومحمود علاء. يا رب تقري التعليق قريته. خالد عزت بيقول مساء الفل عليك يا شيما، من وجهة نظري افضل صفقه لنادي الزمالك الموسم ده مدبولي، لانه لعيب مهاري وسريع وقوي، نادي الزمالك هيستفيد منه وهيكون ليه مستقبل مع المنتخب. وياسر المصري بيقول احمد مدبولي، عبد الله جمعه، اشرف رؤى، العجان، داوده، محمود علاء، كسانجو، بس على فترات، على راسهم المدرب نيبوشه، وان شاء الله الدوري والكاس زملكاوي. طيب نروح نشوف بعض التويتات اللي وصلت لنا النهارده عبر هاشتاج البرنامج شجع مع شيما. احمد مؤمن زكريا بيقول صباح الخير يا شيما، انا احمد من المحله، من وجهه نظري ان مدبولي وعبد الله جمعه وخالد حسين هم الافضل. محمد ترساي بيقول من وجهه نظري ان مدبولي ورؤى افضل صفقتين، الاثنين احسن من بعض، ومن وجهه نظري برضو ان انت جبتي سؤال الزمالك النهارده.
ماشي. واحنا بصوا اتكلمنا امبارح على الموضوع ليه اسئله الاهلي والزمالك، احنا بنتكلم عن اللي بيحصل في الساحه. يعني لغايه امبارح كان المشهد متصدره النادي الاهلي وخساره دوري ابطال افريقيا، فطبيعي ان احنا كنا نتكلم عليه. نروح لاحمد عوده. احمد عوده بيقول اعتقد ان حكيم زي ما غنى اغنيته الرائعه في البطوله العربيه هو الاقدر انه يغني في كاس العالم. ماشي. هيما العناني بيقول هيشي حاضر خلاص انا هكلمه لك يا عوده عشان يشيلوا شاكيرا ويحطوا بدلها حكيم. هيما بيقول عبد الله جمعه واشرف رؤى الاثنين احسن من بعض. احمد سميح بيقول النادي الاهلي قادر على تحقيق كل البطولات العام الماضي، يا ريت تقري رسالتي. يا ريت قريتها اهو يا احمد. عبده بيقول الاهلي محتاج حارس مرمى يكون قادر انه يشيل اسم نادي الاهلي ويحفظ عرينه. حسين السيد بيقول او حسان السيد بيقول نبوشه احسن مدرب في مصر والزمالك هياخد الدوري. عبده جلال بيقول افضل لاعب هو عبد الله جمعه ومدبولي. علي سوهاجي بيقول احلى مسا عليك يا شيما. احمد مقبول احسن مين؟ احمد مقبول احسن صفقات الزمالك يمكن مش عارفه، ما علينا. والاهلي حديد من غير عفريت. طب شكرا يا علي. احمد خالد بيقول النادي الاهلي محتاج تدعيم في المراكز التاليه، حراسه المرمى، محتاج تدعيم في خط الدفاع، محتاج تدعيم في خط الوسط، ومحتاج تدعيم في خط الهجوم. ودي كانت بعض التويتات اللي وصلت لنا النهارده ردا عن سؤال حلقتنا ايه هو او مين هو افضل صفقه في نادي الزمالك لحد دلوقتي. بشكركم جدا طبعا على التواصل معانا دايما من خلال هاشتاج البرنامج شجع مع شيما او من خلال الرقم الواتساب 010-9847-0703 وكمان صفحتنا على الفيسبوك دي ام سي سبورتس تي في. انتهت حلقتنا النهارده ونشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 1 بعد منتصف الليل. تصبحوا على الف خير.